صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBCI لليوم الجمعة 6 كانون الأول 2013. لبنان الغارق في نفق الأمطار وطرابلس لا يستطيع أن يتلمس طريقه لا في استحقاق تشكيل الحكومة ولا في الاستحقاق المنتظر وهو انتخابات رئاسة الجمهورية. واللافت في هذا الإطار أن كلام بعض القيادات اللبنانية أصبح الآن يتمحور حول كيفية ملء الفراغ ودستورية من يملأ هذا الفراغ، حتى وصل الأمر بالرئيس نبيه بري إلى حد القول بأن حكومة لا تحظى بثقة مجلس النواب لا يمكنها أن تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال عدم حصول الانتخابات. ووسط هذا الجدل المرشح للتصاعد يبقى الوضع الأمني هاجسا كبيرا في ظل محاولات تجري من قبل أطراف متعددة لإفشال الخطة الأمنية في طرابلس وتخوف مستمر من عمليات تفجير واغتيال كان آخرها اغتيال المسؤول العسكري في حزب الله حسان اللقيص. وقد ظهرت تسريبات اليوم في هذا الإطار تلمح إلى مسؤولية إسرائيل عن اغتياله. وفيما الوضع الأمني والوضع السياسي يترنحان، لا يبدو الوضع الاقتصادي أفضل حالا وهو الذي يتأثر بكل هذه التطورات السلبية. وقد دقت الهيئات الاقتصادية ناقوس الخطر أكثر من مرة، ولكنها حتى الساعة لم تلق آذانا صاغية تتعاون معها لتجنيب البلاد المزيد من التدهور والمعاناة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية. ضيفنا اليوم في برنامجنا نهاركم سعيد محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان. أهلا وسهلا فيك. مثل العادي بدنا نشوف شوي حركة السير على بعض الطرقات لنشوف كيف هي صباح هذا اليوم. عم نشوف أوتوستراد جونية باتجاه بيروت في شوية ضغط سير باتجاه الشمال، حركة طبيعية يعني، يمكن اليوم الصبح ما كان فيه أمطار مشان هيك ما تكونت برك وتعرقل السير لحديت هلأ. منطقة الدورة كمان ضغط سير باتجاه منطقة الفورم دو بيروت ووسط بيروت وباتجاه نهر الموت الحركة العادية، وعند مستديرة الدورة أيضا الحركة عادية. بولفار شارل الحلو ما في أي زحمة سير بكل الاتجاهات، صوب وسط بيروت ما في زحمة سير، صوب الكارنتينا كمان وكذلك صوب المرفأ. ساحة ساسين بالأشرفية حركة طبيعية مع توقف عند التقاطع بهالساحة. شارع الحمراء حركة طبيعية ما في زحمة سير. طريق المدينة الرياضية المطار ضغط سير باتجاه نفق سليم سلام وزحمة سير، وأما باتجاه المطار والمدينة الرياضية الحركة طبيعية في حال مرجع طافشي نفق إذا شتت الدنيا. كورنيش المزرعة كمان الحركة طبيعية مع توقف عند التقاطعات وإشارات السير على هالكورنيش. وأخيرا صيدا وتحديدا ساحة النجمة بصيدا الحركة فيها طبيعية أيضا. يعني الوضع الاقتصادي كمان يترنح مثل الأوضاع الأمنية والسياسية، يعني شيء بطمن هلأ أنه الرجعة على بيروت حتكون هينة ما في عجلة سير، لأنه أنا وجاي كنت خايفين تخد ساعتين. بقى الوضع الاقتصادي شو فينا نقول عنه؟ شوف احنا صرنا فترة ما بعم نحكي عن الوضع الاقتصادي لأنه صار خوفنا عن الوضع الاجتماعي. نحن اللي عم نحذر صرنا أكثر من فترة في انفجار اجتماعي سيحصل بالبلد وبلشنا نشوفه. عم نشوف السرقات، عم نشوف الجريمة لأول مرة بتاريخ لبنان، صيدليات عم تنسرق. يعني قديش المواطن صار بوضع صعب ليفوت يسرق دواء لقاله أما لابنه. هذا الوضع يلي عم نحذر منه وعدة أسباب، سببه الاقتصادي والسبب التاني اليوم الوضع اللاجئين السوري يلي حذرنا وطلبنا أنه يصير في شغلتين. أولا يصير في كوتا لكل الشركات والمؤسسات اللبنانية، ما يكون عند الحق ان تشغل اكثر من 10% عامل غير لبناني. انا بعرف في وضع انساني، ولكن ما بنقدر نكون انسانيه مع العامل السوري اما الاجنبي ونكون عديمين الانسانيه مع العامل اللبناني. اليوم في شركات اكثر من 10% عم بتشغل عمال اجانب، يعني خليني اقول لك 86% من الموظفين القطاع الزراعي اصبحوا سوريين. وفي مصانع كتير، نعم في مصانع بلشت تستبدل، وكل يوم عم نشوف نحن مئات والاف من الموظفين اللبنانيين عم بيصيروا ببيتهم عاطلين عن العمل، عم بيجي العامل السوري بسبب اليوم الكلفه اللي هي اقل. اللبناني كحد ادنى بكلف بحدود ال $600، اما السوري عم يقبل يشتغل بين $150 و $200. والمشكله الثانيه استاذ بسام،
هالمؤسسات اليوم السورية والمصانع يلي عم تفتح بلبنان، لبنان سوق حر وأهلا وسهلا بأي شخص بأي جنسية يجي يفتح بلبنان ويستثمر بلبنان، ولكن على شرط أن يحترم القوانين اللبنانية، يدفع الضريبة والضمان الاجتماعي مثله مثل اللبناني ليصير في منافسة عادلة. نحن اللبنانيين مستثمرين برا بكل العالم ولكن نحترم القوانين. اللي بده يجي يستثمر بلبنان يجي يفتح مصنع بلبنان، يجي يفتح دكانة بلبنان، مؤسسة بلبنان، بده يحترم هذه القوانين، لأنه ما بيصير اليوم مؤسسات لبنانية عم بتسكر وعم بحل مكانها مؤسسات سورية. طيب كنت عم تحكي عن الوضع الاجتماعي، أنه هذا الوضع الاجتماعي صرتوا متخوفين منه أكثر من الوضع الاقتصادي. نعم. طيب العلاج من أين يبدأ؟ يعني اليوم كنتوا دائما أنتوا عملتوا تحركات حكومة، عملتوا تحركات وعملتوا أضراب مشان تشكيل الحكومة. حكومة. أي. بس وين هي الحكومة؟ نحن بأول مرة القطاع الخاص من 50 سنة بلبنان بسكر بأربع أيلول عم طالب اليوم بتأليف حكومي. عم نشوف بالمنطقة العربية المظاهرات عم تنزل والعالم عم بتسكر وتتظاهر لتشيل حكومات لتطير حكومات، نحن عم نطالب بحكومي. ما في حل اليوم بهالوضع الاقتصادي والاجتماعي إلا بتأليف حكومي، حكومة تجمع الجميع، حكومة تشوف مصلحة المواطن، معيشة المواطن. أكيد عندك الوضع الأمني والوضع السياسي، ولكن الوضع الاجتماعي صار فعلا نحن بحاجة إلى حكومة قوية، لأنه ما بقى نقدر نستمر أكثر من هيك. هالبركان عم نشوف الدخان عم يطلع، إمتى حينفجر؟ الوضع الاجتماعي إذا طول أكثر في انفجار اجتماعي كتير كبير حيصير بلبنان. هذا اللي عم نحذر منه، حذرنا من سنتين وثلاثة، اتهموني أنا أنه عم بحكي بالسياسي، ولكن شفنا وين كنا عم نحذر من 2011 الوضع الاقتصادي، 2012 رحمنا على 2011، هالسنة هاي عم نترحم على 2012، وأتمنى بشو عم تترحم؟ على الوضع بنسب النمو، عم تترحم بنسب النمو، بوضع الصناعة، بوضع الزراعة، بوضع السياحة، موضوع النمو، المؤسسات اللي عم بتسكر، موضوع الاستثمارات الأجنبية. لبنان تبين يا أستاذ بسام ما بيقدر يعيش اقتصاديا بدون دول الخليج. إذا هذا الشيء منحبه أما منكرهه، هذا الشيء نحن منريده ما منريده، هذا واقع اليوم موجود. 60% من الإنفاق السياحي هو إنفاق خليجي. 85% بنسمع الاستثمارات الأجنبية بلبنان، أنا تسمية هي استثمارات الخليجية بلبنان هي 85%. صادراتنا أكثر من 55% إلى دول الخليج. طب كيف نحن بدنا نعادي دول الخليج؟ كيف بدنا نهاجم دول الخليج؟ هذا ما ننسى استثمارات اللبنانية بالخليج يلي بالمليارات، ما في رقم. إذا بقول لك 10 و20 و30 مليار صدقني أكثر. بالإضافة عندك 500,000 عائلة مقيمة بالخليج، عم بتنتج بالخليج، وهي عم لو ما هال7-8 مليار كمان بنسمع أنه هالتحويلات اللبنانية، هي التحويلات اللبنانية 80% من الموجودين والمقيمين بالخليج. ما كيف ممكن نتصور نحن أي حكومة تجي أما أي طرف سياسي يهاجم أي دولة خليجية؟ بكون عم بيحفر القبر ليطم الاقتصاد الوطني. بس هذا رأي سياسي، يعني أنا عم بحكيك واقع اقتصادي. نحن هذا وضعنا الاقتصاد اليوم كيف مبني. يوم اللي بتغير هذا الوضع بصير نحن بنعتمد على الصيني أما على البرازيلي، مثل ما سمعنا أنه السواح البرازيلية والصين بدنا نجيبهم على لبنان، ساعتها ممكن نعادي هذه الدول. اليوم هيدا وضعنا، ما بنقدر نعاديهم، ما بتقدر تجي حكومة تكون ما عندها علاقات جيدة، ما بنقدر نهاجم أي دولة خليجية. اليوم اقتصادنا مبني عليهم. بس أنت كمان يعني اليوم على الصعيد الداخلي، بغض النظر عن أنه شو بيجيك من الخليج وشو ممكن ما يجيك من الخليج، على الصعيد الداخلي في هناك تدابير ممكن أنه تتخذ كمان لمعالجة هذا الوضع كله سوا. بدك حكومة. ما كيف ما بنبرم وندور، بدك حكومة، بدك مسؤول. نحن شو المشكلة اليوم؟ عم بتشوف مؤسسات الدولة عم تنهار، عم بتشوف الفساد عم بزيد، عم بتشوف يعني الأمور كلها يتوقف. مع مين بدك تحكي؟ ما شفنا من يومين شتت شو صار بالعالم. نحن لو اجت 3 ايام اليوم مطر مثل يلي مرق شو كان صار بالبلد؟ كانت العالم زربت ببيوتها، كانت العالم متت غرق. مين المسؤول؟ عم نسمع كل واحد عم بكب على الثاني. طب يوم في كلام عن انه ممكن تعوم هذه الحكومه، انتم كهيئه اقتصاديه بتعتبروا هذا التعويم هو خطوه بالاتجاه الصحيح او انه هو مسكن لمرض مزمن؟ نحن ما بدنا نفوت لا بموضوع تعويم ولا كيف بدنا الحكومه ولا لون الحكومه. نحن بدنا حكومه قويه، حكومه جامعه، حكومه تشوف
الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي والاجتماعي للمواطن. شو بتعملكم هيدي الحكومة؟ شو المطلوب منها؟ تعطي أول شيء تعطي استقرار أمني وتعطي استقرار سياسي. بعد الاستقرار الأمني والسياسي ما عم نقول بدنا حكومة اليوم، أي حكومة حتيجي ما مع عصا سحرية، ولكن أنا بدي أقول لك شغلي، لو الوضع الاقتصادي جيد والوضع السياسي جيد، عندك المشكلة السورية بتستاهل تتألف حكومة فقط لتعالج هالمشكلة الكبير بالعالم. إذا بزيد عدد السكان بالسنة أكثر من 2.5% بصير في حالة طوارئ، كيف بدنا نتحمل زيادة هالسكان؟ نحن 50% تقريبا زاد عدد سكاننا بسنتين، طب ما في حدا نتحرك، ما في دولة، ما في حكومة، ما في مؤسسات، ما في حدا عم بيشوف. طب هدول كيف بدنا، كيف أول إذا رائد كيف بده يرجع على بلادهم؟ كيف بدنا نستوعبهم؟ طيب بالنسبة ل يعني كل هذه الأمور يلي إنه ممكن هذه الحكومة إنه تعالجها أو الحكومة يلي بدها تجي إنه ممكن تعالجها، طيب أمنت بعض الاستقرار السياسي وأمنت بعض الاستقرار الأمني، طيب تبع الأمور الأخرى يلي هي الأمور التقنية يلي مثل ما ذكرنا إلى علاقة بالنمو، إلى علاقة بكل القطاعات الاقتصادية اللي موجودة. بدك أول شيء حكومة تعطي الثقة، تعطي الثقة للمستثمر، للمستثمر اللبناني. بدك تعطي الثقة للبناني بالأول؟ عم بقول لك للمستثمر اللبناني أول شيء، للبناني، للمواطن اللبناني. اليوم المستثمر اللبناني عندك استثمارات جديدة بلبنان؟ لا. ليه؟ لا، على هالوضع اللي أنا فيه، على هالوضع الأمني والاقتصادي اللي أنا فيه، حاصين حالنا صرنا جزيرة. اليوم ما في استثمارات اليوم اللبنانيين ما عم يستثمروا؟ من 2006 لل2010 كانت الاستثمارات الأجنبية بلبنان بين 4.5 مليار و5.5 مليار دولار. نعم. حدا يقول لي قديه الاستثمارات الأجنبية بلبنان من 2011 و12 و13؟ صفر صفر. شو اللي بيعمل لك نمو؟ شو اللي بيخلق لك فرص عمل؟ مين بحرك اليوم الحركة الاقتصادية؟ اليوم بدك استثمارات جديدة. نحن ما عم نستثمر، بالعكس في مشاريع كانت بدأت قبل 2010 ولكن أصحابها قرروا إيقاف هذا المشروع أما هذا الاستثمار بسبب الوضع الاقتصادي، وكله من إيدنا. نحن الوضع السوري كان ممكن نستغله إيجابيا، ولكن هذه الخلافات والمشاكل والتدخل والهجوم على بعض الدول يلي وصلنا لهون. طيب عم تحكي هون عن الاستثمار، كمان في السياسات يلي بتقوم فيها كمان الحكومات المتعاقبة يلي إلها علاقة بكل القطاعات الاقتصادية، وحتى إلها علاقة بقصة مالية الدولة وخزينة الدولة، إن كان من سلسلة الرتب والرواتب لباقي الأمور. إذا عم تحكيني موضوع سلسلة الرتب، لا هلا بدي فوت عليه موضوع سلسلة الرتب والرواتب، بس أنا بدي أشوف هالسياسة الاقتصادية اللي أنتم عم تطالبوا فيها، أو هل عم بتقول إنه استقرار أمني، استقرار سياسي، تعطي ثقة للبنانيين، طيب هودي هني كافيين بس ليجوا يحركوا هذه العجلة الاقتصادية؟ يعني شوف قدي طموحنا صار وقديش مطالبنا صارت قليلة، نحن ما بقى طالبين شيء، أعطونا استقرار أمني وأعطونا استقرار سياسي والقطاع الخاص قدرنا نرجع يحرك البلد ويرجع يسوق لبنان، نرجع نجيب المستثمرين، بس أعطونا أقلها حكومة تعطي الثقة وتعطي بعض الاستقرار الأمني والسياسي. قديش يعني بتعتقد أنه أنتوا قادرين في حال أي حكومة أمنت هذه المطالب يلي عم بتطالبوا فيها، قديش أنتوا قادرين كقطاع خاص؟ قطاع الخاص قدران. يعني قطاع الخاص، شوف نحن رغم كل الأمور يلي صارت بعدنا عم نتحرك، بعدنا عم نسافر، عم نعمل معارض برا، عم نعمل لقاءات برا، عم نقول لهم لبنان قادم، إعادة أعمار سوريا سيمر عبر لبنان. بعدنا عم نتحرك دوليا وعربيا. عم تحكون يمكن تاخد سنين. بدنا نضلنا متأملين. بدنا نضلنا متأملين، بدنا نضلنا على الخريطة، ما بنقدر نحن نبعد. اليوم أنا في معرض بنيسان بده يصير بجدة، أسبوع لبنان في جدة. ليش؟ لنقول له نحن القطاع الخاص موجودين، أنتم ممنوع تجوا لعنا لأسباب أمنية وسياسية اللي بدك إياها، نحن كقطاع خاص موجودين عندكم. لبنان ما بموت، لو شو ما صار، لو شو ما حاولوا أعداء هذا الوطن وأعداء هذا الاقتصاد، نحن موجودين عندكم وسنستمر. رح يتجاوبوا السعوديين مع هذه الدعوات بعد الحملات؟ يعني هقلك شغلة واحدة، عادة أي رخصة لإنشاء معرض في المملكة العربية السعودية بيأخذ بين 3 أشهر و4 أشهر. نعم. قدمنا الرخصة بثلاث أسابيع. هذه كانت يعني أنه في دعم للبنان وللقطاع الخاص والاقتصاد الوطني. لأول مرة صدقني يمكن بتاريخ السعودية بنعطى رخصة من وزارة التجارة ومن الهيئة العليا للسياحة بثلاث أسابيع. كم مشارك فيه رح يكون بهذا المعرض؟ يعني حديث هلأ صار عندكم عدد؟ هقلك فيه، أنا أول شيء قلت ما بعمل معرض إلا ما يكون بمركز المعارض الدولي في جدة، يعني المنتج اللبناني والصناعة اللبنانية ما بقبل أنا تكون لا بفندق ولا بالغرفة ولا بتحت الدرج.
عندنا 4000 متر، في طلب كتير كبير، طلب كبير لأنه العالم تعرف السعودية هي أكبر سوق في العالم العربي، وبنعرف اليوم النمو والحركة اللي عم بتصير بالمملكة، وفعلا السعودية هي أكبر يعني مستورد من لبنان. في طلب كتير كبير، في مشاركة كتير كبير. نحن ما عم نعمل بس معرض، في معرض ولكن حيكون في مؤتمر على يومين لنحكي عن لبنان، لبنان السياحة، لبنان الاقتصاد، لبنان الاستشفاء، لبنان المستقبل، لبنان إعادة أعمار سوريا، وفي وفد كتير كبير حيكون اقتصادي خلال هالأسبوع. طب إذا بكنت تروحوا على السعودية أو غير السعودية، وحتى أنتم موجودين بلبنان، إذا بكنت تسوقوا السياحة في لبنان، يعني اليوم أول شيء شو يعني الأرقام يلي موجودة بالقطاع السياحي بتدل على أنه هناك تراجع كبير اليوم؟ شبه ما في سياحة. يعني أنا بدي أقول لك، أنا من 2013 مقارنة مع 2010، اللي هي 2010 كانت أحسن سنة سياحية بتاريخ لبنان، 1,316,000 سائح دخل للبنان، نحن هلأ ما في مليون. وبعدين مين اللي عم بيدخل؟ في فرق. ما أنا برجع بقول لك 60% من الإنفاق السياحي هو خليجي. يعني راح 60%. هلأ بنسمع نحن أنه الفنادق اليوم الأشغال 40-50%، صح، بس على أي سعر؟ ما تأخذني بهالكلمة، نحن اليوم فنادقنا بلبنان أرخص من الصومال. كيف أرخص من الصومال؟ أرخص، إيه، عم تأخذ أنت أحسن فندق اليوم ب$200، هذا أغلى فندق ما بدي سمي، أما عم تأخذ فنادق ليلة الفندق $30-$40، هذا بحياته مصاري. باليمن ما فيها السعر، بالصومال ما فيها السعر. يعني المؤسسات السياحية إذا استمرينا بال 2014 على هالوضع، في مؤسسات سياحية مهددة بالإفلاس. طب كيف هي مهددة بالإسلاف بالإفلاس؟ يعني اليوم كيف عم فيها تكمل؟ طيب يا أستاذنا اليوم طب اليوم واحد حلو أنه عم يشتغل بالخسارة. خليني أقول لك شغلة، عم نسمع اليوم أنه القطاع المصرفي أعاد جدول الديون القطاع الخاص. مشكورين المصارف، وتحية كتير كبيرة كتير كبيرة ديون القطاع الخاص للمصارف لحاكم مصرف لبنان على هالمبادرة هاي. طب يلي المؤسسة يلي تعسرت صار في عندها عجز، جدولت لها مرة واثنين وثلاثة وسنة وبعدين في مشكل كبير. نحن أدمين على مشكل كتير كبير بكل هذا القطاع، يعني بكل القطاع السياحي، بالمؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة، كل القطاعات الاقتصادية مضروبة بلبنان. عندك القطاع الصناعي، موضوع التصدير. التصدير اليوم عم بيتحسن على ارتفاع آخر 3 سنين، ولكن بدأنا نحس هالمصانع السورية يلي هي عم يفكوها ويركبوها بلبنان، خاصة بمنطقة البقاع اليوم وزحلي، حتبلش تأثر على المنتج اللبناني. حذرت وعم برجع حذر معك، وحكيت مع كتير المسؤولين، ما بيصير اليوم بس. طب يعني كيف عم بيفوتوا يشتغلوا؟ يعني هل عم ياخدوا رخصة من وزارة الصناعة لمزاولة العمل، ولا أنه بيفوتوا بيشتغلوا هيك؟ يا عمي أنا شو اللي عم بقول، أي مصنع بده يجي أهلا وسهلا فيه، ولكن ياخد رخصة، يجيبوا مصفين، اي موظف بده اياه. هو طلع قرار انه باقفال كل هذه المؤسسات بالبقاع وبغير البقاع. اي قرار وين طلع قرار وين؟ من بس بيستقبل اليوم اذا مطعم اليوم فاتح رخصته صارت خالصه صار له اسبوعين ثلاثه. مصانع يا استاذ بسام، مصانع شو؟ مصانع بكل شيء، مصانع بلاستيك، مصانع اكل، مطاعم، كل شيء. ولا كنا اول شيء مؤسسات عم ينقلوها من سوريا. هلا صرنا سنه في مصانع عم تنفك من سوريا، عم بيستاجر هاللوكال، عم بحط مكاناته، عم بشغل، ما عم بيدفع لا ضريبه لا ضمان اجتماعي، ما اخذ رخصه صناعيه. في مصانع اكل، انا بقول لهم دائما نحن صار في معنا مناعه. بتسمع لك شي لبناني سافر وتسمم خارج لبنان؟ 3/4 المصانع اليوم الاكل بلبنان للاسف ما في عندها رخصه صحيه. يعني في مشكل حقيقي بالبلد. صار مصانع لبنانيه، في مصانع لبنانيه بالماضي، وهلا عم بتزيد بالمصانع السوريه. طب نحن شو بنقدر نحمل لنحمل؟ ما سمعنا اليوم البنك الدولي صرنا يعني صار الوجود السوري محمل الاقتصاد الوطني بحدود $7 مليار خسارة. صحيح. طب مؤسسات تبقى عنا هالقطاع الصناعي بيجي بضربه. طب يا دولة يا حكومة يا عمي، شوفوا هالمصانع هيدي كيف تلاقوا حل فيها. أنا برجع بقول لك لبنان اقتصاد حر، ولبنان اقتصاد لأهله وسهلة لأي شخص بده يستثمر، ولكن يستثمر بالطريقة الشرعية وبالمنافسة الشرعية كمان. طب ما حكيتوا مع وزير الصناعة بهذا الموضوع؟ ما خليت حدا ما حكيت معه. أي شو ما خليت حدا ما حكيت معه. حنشوف وحنشوف وحنعمل وحنساوي. بدأ قرار. بدأ قرار. ما بقى حاسس حالك انه في عندك انت شخص اليوم حكومة مسؤولة تقدر تشوف هالكارثة. نحن قادمين على كارثة يا عم. اليوم عم نشوف في
طبقة من الشعب اللبناني عم بيسرق دواء وعم بيسرق أكل. لو يوصل الإنسان لهالوضع أنا بنظري هذا منه حرامي، عم بشوف ابنه يا حيموت قدامه يا بده يسرق له الدواء. طب إمتى حنضلنا منتظرين ونطلع لبعض؟ إمتى حيقعدوا كل هالزعماء السياسي ويقولوا هالشعب اللبناني هالمواطن شو عم نعمل فيه؟ بس كمان يعني القطاع الصناعي كمان يعاني، يعني بمسألة التصدير اللي حكيت عنها كمان عم بيعاني، لأنه طريق البر يعني هيدي لقينا لحل أستاذ بسام. شو هيدي الأبارات اللي عم تنقل؟ لقينا لحل. اليوم صار في شحن البحر، البحر. والبحر صار أرخص من البر، البر. وأسرع من البر. كان المشكلة أنه شحن البحر هو كلفته أغلى، وقت ما زادت اليوم الشحن البري الأسعار والتأمين وصارت يعني الكلفة عليت وصار في خطوط بحرية زيادة والسعر صار بنافس البر. يعني المشكلة بطلت اليوم بالتصدير، لا 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 لا. هيدا صار بمسألة المنافسة. هيدا الحل. غرفة بيروت وجبل لبنان يلي عملت الاجتماع من أول يوم ودعت جميع الوزراء المسؤولين والشركات وشركات الشحن ولقينا خطوط وزدنا خطوط وانحل هذا الموضوع. يعني اليوم المشكلة بالمنافسة بالقطاع الصناعة، بالمنافسة غير الشريفة، غير الشريفة. أنا ما عندي بالمنافسة، المنافسة يجب أن تكون في منافسة، وإذا ما في منافسة يجب أن تخلق المنافسة، ولكن تكون منافسة شريفة. بس كمان القطاع الصناعي عنده مشاكل تانية يعني دائما يثيره مع هو زيادة مع عن أساسات الدولة. ما بقى عم يعني شوف مسألة الطاقة ومسألة أنا معك بس ما بقى عم نشوف هالمصايب اليوم القديمة. في مصيبة أكبر اليوم، في مصيبة أكبر. نحن بآخر اجتماع هيئات اقتصادية كان عم بيحكي عم بيحطيح غرفة زحلة عن مصانع، عم بقلك عم بقلك أسامي مصانع، وأنا قلت لهم أنا مساعد بغرفة بيروت وجبل لبنان، أي شخص بقل لي هيدا المصنع ما معه رخصة هيدا عنوان يعني اتصل بهالمسؤولين وتابع هذا الموضوع، ولكن بدك حدا يتحرك معنا. طب شو العذر عم بيكون عند المسؤولين انه ما بيتحركوا؟ ما بسألهم ما بعرف. ما بعرف. حكومة تصريف اعمال صار كل شخص فاتح على حسابه، وما بقى حدا مسؤول يعني عم بحس مع مشاكل العالم مع مشاكل القطاع، عم بقطع هذا الوقت منتظر. هذا بالقطاع الصناعي انه الحضور السوري في لبنان اصبح منافسا اساسيا للقطاع الصناعي في لبنان. نعم. طيب بالقطاع الزراعي، القطاع الزراعي طول عمره في نسبة كتير كبيرة من العمال هن السوريين، صحيح. بس مش 86%، مش 86%، طول عمره 40-50%. طب اليوم صارنا 86%، يعني في عامل سوري عم بياخد مكان العامل اللبناني، والعامل اللبناني عم بيبقى عاطل عن العمل، عاطل عن العمل شهر 2-3، بعدين شو بده يعمل اذا ما خلقت له وظيفة؟ طيب هيدي مين مفترض انه يعالجها؟ بدك حكومة تعالجها. مين بده يعالجها اليوم؟ اليوم ما في سوريين عم يدخلوا، هلا شوف عم يدخلوا في مسؤولية على القطاع الخاص، وهذا انا عم دايما يعني اليوم وين مسؤولية هالصناعي او وين مسؤولية هالمزارع يلي بيجي بيقول انا بدي شغل سوريين وبتشغل لبنانيين او بيشغل جنسية؟ انا عم بكون معك صريح، في مسؤولية علينا كقطاع خاص، هذا موضوع وطني، موضوع انساني لازم يعني نشوفه. اليوم 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 اذا حضرتك صار لك توفر ب ب ب يعني أجرة اليد العامل اللي بتوفر؟ لا، لأنه أنا إذا بدي أوفر اليوم بس البلد حيوصل على انفجار اجتماعي، ساعتها طار البلد. قديش في ناس بيفكروا هيك من الصناعيين؟ هيدا عم نجتمع نحن مع الصناعيين مع المؤسسات الكبيرة وعم ننبه لهيدا الموضوع، ما بقى نقدر نستمر هيك، ما بقى نقدر نستمر هيك. عم نشوف اليوم السرقات عم بتزيد، الجريمة عم بتزيد، عم نشوف صرخة العالم عم بتزيد، يعني لإمتى بيقدر هالشعب اللبناني يتحمل هالكوارث اللي عم تمرق عليه؟ طيب بالقطاع الزراعي، طب اوكي في مشكلة العمال، بس كمان في مشاكل اخرى كمان بتواجه هذا القطاع، يعني مسألة كمان المنافسة موجودة بالقطاع الزراعي طبيعي. بلش كمان كمان البضائع تجي من سوريا، بلش المحصول اليوم السوري يجي على لبنان، يتوضب بلبنان، يتوضب بلبنان وإعادة تصديره من لبنان على أساس أنه هيدي منتج لبناني. ما هيدا هيدا كيف ما. كيف يعني بيجيبوا البضاعة السورية بيوضبوها بلبنان؟ عبيجيب هالفواكه أما السورية بيوضبها بلبنان، بتعرف لبنانية لبنانية مزوقين اليوم بحطوها برتبوها بهالصحارة بهالكرتوني وعم بصدرها أنه هيدا منتج لبناني. نعم. طب هون مسؤولية مين كمان هذا؟ هون في مسؤولية، في مسؤولية الدولة، وزارة الزراعة يعني؟ في مسؤولية الدولة، نعم، وزارة الزراعة، في عندك يعني في مسؤولية كمان علينا نحن، لأنه في كتير لبنانية هي عم تسهل هذا الأمور، هذا المنتج. في شيء توعية بده يصير اليوم إنه هذا موضوع وطني، إذا بنستمر هيك البلد حيطير منا مسحة. وفي كمان قوانين بدها تنحط،
بدي اولين شو يعني انت بدك تحمي اذا بدك تحمي الصناعه اليوم نعم الصناعه اليوم مش محميه بالعديد من القوانين انا شو عم بطلب انا عم بطلب شغلتين يطلع قانون اليوم انه ممنوع على المصانع اللبنانيه والمؤسسات اللبنانيه توظف اكثر من 10% من عمال اجانب بدك اياها بقانون هذه بدي اياها قانون وبعدين اليوم في ضمان اجتماعي في كنترول بصير في على القليل دولة في بده بصير في كنترول بس يطلع في قانون على القليل هالقانون ممكن يردع شوي هذه المؤسسات وشو عم بقول انا هالمصانع اللي عم تفتح وهالمؤسسات اللي عم تفتح بدون رخص وبدون اذن وما عم تدفع ضريبه يتسكر مؤسسه 2 3 4 ساعات الباقي ما بح... مش عم تحكي عن مؤسسات لبنانيه مؤسسات مؤسسات غير لبنانيه فاتت على لبنان وما معها رخصة وبلشت تصنع وتصدر وتبيع بالسوق هذا اللي أنا عم بقول ما عم بطلب من الدولة اليوم ولا عم بطلب من حكومة تصريف الأعمال أنه عم عجزها لا شغلة هينة قديش نسبة يعني المنافسة عم بتكون بداخل السوق اللبناني يعني قديش عم بيأثروا عليكم داخل السوق اللبناني بلشت بال 2013 عظيم طلبنا يعني نحن من سنتين ثلاثة يصير في لجنة مؤلفة من 3 وزراء صناعة واقتصاد ومالية صح مشان هالمصانع السورية اللي بتجي على لبنان أهلا وسهلا فيها وطوى رخص على القليل ممكن تشغل عامل لبناني تشكلت هاللجنة؟ ما تشكلت هاللجنة طارت الحكومة وهالمصانع كلياتها الكبيرة السورية راحت من أخذ الجزائر اسم مصر وتركيا والعراق نحن بلبنان ما استفدنا نحن بالوضع السوري وقت السلم ما استفدنا وقت الحرب ما استفدنا أتمنى أنه نستفيد بإعادة إعمار سوريا يمكن ساعتها بيجينا إفادة شيء من سوريا ولكن وصلنا لليوم بال2013 بدأت ظاهرة اليوم المصانع ما كانت بال2012 ولا بال2011 شافوا الشغلة طويلة بسوريا هالمصانع ما عندها الإمكانيات أنه تطلع لبرات لبنان أما تطلع على الجزائر ومصر لأنه بدك فيها كلفتها عالية عم بتجيب مكاناتها وتستأجر تحت الدرج 100 متر 300 متر 1000 متر وتشغل مكاناتها هيدي لازم نوقفها وإيقافها اليوم منه كتير صعب إذا في قرار من هذه الحكومة تصريف الأعمال بنقدر نوقف هالمشكل هيدا بس قديش عم تنافسكم بالسوق هيدا بدأت تنافس يعني اليوم شو اليوم هي غالبية صناعات غذائية بكل الصناعات في غذائية في بلاستيك في بالمكانات في بالمطابق شو ما بي أنا بسمع بزحلة عم بيجي قال لك في 3 مصانع ما بدي سميهم ما بدنا نسميهم سكروا لأنه فتحت مصانع سورية منافسة 3 مصانع شو مواد غذائية شيء بالمواد الغذائية وشيء بالبلاستيك فتحت مصانع سورية بلشت نفستهم هيدا كلفة اللبناني الدولار هذا كلفته 70 سنت بسبب ما عنده لا ضمان ولا أجار ولا مالية ولا بلدية ولا كل هالمصاريف المصنع اللبناني سكر وما في حدا اجى عالج هذا الموضوع ما في حدا عم يسمع انا عم بحكي اليوم مفروض انه يبعت وراي المسؤول وزير الاقتصاد وزير يقول لي شو المشكل وين تبع عمي ما بصير طبعا وزير الاقتصاد يعني مطلع على كل هذه الامور ما لنا شغل وزير الاقتصاد يلي هو صديق وبحترمه ولكن هذا موضوع سياسي هذا موضوع اليوم بده قرار سياسي لانه بايد لا وزير الاقتصاد ولا وزير الصناعه يلي علاقتنا جيده فيه وصديقه وبعرف انا شو عم بيشتغل هذه شغله اكبر هذا بده قرار سياسي يتاخذ بالسياسه شو يعني محميين هذه المصانع من بعض الجهات ما بعرف قرار سياسي اي مصنع مخالف اليوم فات غير لبناني بدنا نسكره ما بده يعني ما عم نطلب المستحيل نحن والمصنع اللي بده يجي بياخذ رخص ويكون شرعي اهلا وسهلا انتوا قادرين تنافسوا مصانع سوريه تعمل بشكل شرعي في لبنان قادرين لانه ساعتها الكلفه حتكون هون منافسه شريفه بدها تصير وهون بقى هيدا كل مصنع هو قوته ما عندي مشكله انا لبنان برجع بقول لك نحن اهلا وسهلا باي مستثمر بده يجي وما حدا يفهمني غلط ما عندي شيء انا ضد المستثمر السوري بالعكس انا بدي شجع المستثمر السوري يستثمر بلبنان مصنع و2 مليون ولكن يحترم القوانين اللبنانيه هيدا مطلبي بس شروط الاستثمار بلبنان بتسمح له للسوري انه يستثمر بلبنان يعني قادر يلبيها احد المصانع الكبيره يلي هي مصانع الادويه حاولت انا ساعده هون الدواء بده مصنع سوري وكنت اتمنى لانه اقله كان حيشغل اكثر من 60 طبيب لبناني في هذا المصنع بس كان رح ينافس المصانع اللبنانيه معلش يعني. حيفتح كان مصنع وحيشغل لبنانيه ويدفع ضريبه ويدفع تي في وضمان اجتماعي ما عندي مشكله فيه من بعد 6 اشهر قال لي انا تخلص الازمه في سوريا وبتتعمر سوريا وما حياخذوا الرخصه بلبنان ليه مشان هيك رخصه صعبه
لا الرخصة صعبة، رخصة اليوم مصنع دواء صعب. مشان هيك نحن قلنا عم نعملوا لجنة، هيدي اللجنة من 3 وزارة خلينا نعطي رخص لهذه المصانع يفوتوا شرعي على لبنان. طلعت النتيجة المصانع الكبيرة يعني ما بيقدر يفوت شرعي، إذا ما قدر أخذ رخصته معناتها قال لك لا تخلص الأزمة بسوريا بتتعمر سوريا وما أخذ رخصته ما بنجيبه فوت شرعي، لكن ما بنجيبه شرعي وعم نقول له تعا خالف وضارب ونافس المصانع اللبنانية وسكر مصانع لبنانية واخلق آلاف فرص البطالة وما عم بتحرك. طيب هتوقف مع أول بريك إعلاني ومنتابع نهاركم سعيد. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من الـ LBCI مع الأستاذ محمد شقير رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة في لبنان. يعني أنتوا كصناعيين وكمزارعين ويعني يعني كلكم كهيئات اقتصادية وكتجار بالآخر في تواصل كتير أساسي عم بيكون كمان مع المصارف في لبنان، وهو يعني شغل كتير أساسية هيدا. بس ولكن اليوم كمان في كتير كلام عن القطاع المصرفي وعن معاناة في القطاع المصرفي وأنه في بعض المشاكل التي يعني قد تواجه القطاع المصرفي. شفنا مثلا تخفيض تصنيف 3 مصارف صار. نعم. هل تعتقد أنه كمان القطاع المصرفي يعني يعاني مما تعانون أنتم منه كصناعيين وكمزارعين وكمؤسسات سياحية؟ شوف أنا ما بدي فوت بالتفاصيل بالقطاع المصرفي، ولكن هذا القطاع اللي هو حامل القطاع العام والقطاع الخاص. والقطاع العام يتدهور ومالية الدولة وهذا القطاع تتدهور. نحن نفتخر به وكل يوم ندعي له وندعي للحاكم والقيمين على هذا القطاع. نعم. ولكن من حمله أكثر ما بيقدر يتحمل؟ كل يعني؟ شيء له طاقة. كل شيء له طاقة، من حمله أكثر ما بيقدر يتحمل لهذا القطاع. وأنا أتمنى، أنت بتعرف والكل بيعرف أنه في استحقاقات كتير مهمة بال2014. في أولا الاتفاق اللي مضى مصرف لبنان مع أمريكا بالنسبة لأي مواطن لبناني أمريكاني للتبادل الضريبي. شو هذا الفتكة يعني؟ نعم. في عندك مشروع مع الاتحاد الأوروبي أيضا بموضوع الضريبي، والاتحاد الأوروبي كان صريح إذا ما طلع في قانون من مجلس الوزراء وتصدق عليه بمجلس النواب في عقوبات حتنحط على لبنان. نعم. والقانون الثالث هو موضوع تصريح عن الأموال عن طريق مطار بيروت مثل أي بلد بالعالم، بدك تصرح إذا معك أنت اليوم مبلغ نقدي يتجاوز هالمبلغ. في حال اليوم هاي 3 قوانين ما نبتوا بمجلس الوزراء وما نبتوا بمجلس النواب وصاروا قوانين، في عقوبات على لبنان، وهذه العقوبات بما معنى أنه حيرجعوا ينزلوا التصنيف كمصارف، وإذا نزلنا كتصنيف يعني حنصير بالسي بلس، يعني صرنا أعلى درجة فقط من اليمن. بس بدي أكمل لك شغلي، وهيدا حيزيد أعباء على الحكومة اللبنانية بالفوائد بين 550 و600 مليون دولار بالسنة. طيب رح تابع هالموضوع أنا وياك، بس في معنا دكتور حسن الرفاعي بناخذ منه مداخلة إلى علاقة بوضع الحكومة وبالاستحقاق الرئاسي. نهارك سعيد. نهارك سعيد. دكتور رفاعي، يعني رئيس حكومة أو الرئيس المكلف بيقول أنه تشكيل الحكومة يمر بحالة عجز لأن هناك مشاكل كبرى وصراعات وتصادمات محلية وامتدادات إقليمية، ورئيس مجلس النواب بيقول أن حظوظ حكومة جديدة تنحسر يوما تلو آخر وتكاد تنعدم بانقضاء الشهر الحالي. من يتحمل هنا المسؤولية الدستورية عن عدم تشكيل الحكومة وعن هذا الجو؟ أولا الدستور بعد طائف أعطى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف كامل الصلاحية بتشكيل حكومة. نعم. كان منذ البدء على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أن يعمدا إلى تشكيل حكومة ويرسلها إلى المجلس. فالتقصير من البداية أوصلنا نوعا ما إلى ما وصلنا إليه. نعم. يمكن وكنت أتمنى أن يلحظ الدستور أن رئيس الجمهورية عندما يرسل الحكومة وفقا لصلاحيته وصلاحية الرئيس المكلف في الدستور، إذا رفضت الحكومة مرتين أن يعمل يكون له صلاحية حل المجلس. حل مجلس النواب. طيب دكتور حسن، هذا لسوء الحظ. نعم. الدستور وجد هيك، ولكن أنا لا أتخلى عن صلاحية رئيس الجمهورية ولا عن صلاحية رئيس الحكومة مهما كلف الأمر. كان يضع المجلس والوطن أمام مسؤوليته.
طيب هيدي واحدة. في في نعم في عندنا استحقاق ثاني بدي اسالك عنه يعني عم نواجهه. هو استحقاق رئاسه الجمهوريه. اليوم بدل ما ينحكى بالانتخابات عم ينحكى كيف سيتم ملء الفراغ في حال لم تحصل الانتخابات. رئيس مجلس النواب اليوم عم بيقول انه في حال اتت حكومه ولم تحظى بثقه مجلس النواب لا يمكنها هي ان تتولى صلاحيات رئاسه الجمهوريه. طيب هذا صحيح استاذ بسام؟ الامر يحتاج الى توضيح. اولا الحكومه القائمه المستقيلة لا يمكن أن تعوم بعد دستور الطائف إلا بعد استشارات ثانية ملزمة يكلف فيها الرئيس وتشكل حكومة مجببة وتأخذ ثقة المجلس. يعني ما في شيء اسمه تعويم. إذن لا يمكن إطلاقا لا التعويم ولا يحق لها إطلاقا أن تحل محل رئيس جمهورية بصلاحيته، لأن هذه الحكومة فاقد الثقة وفاقد الشيء أنه غير شرعي، لأنه تصرف أعمال من باب لزوم تسيير الأمور العادية. نعم يعني هاي الحكومة ما فيها تتولى الصلاحيات أطلاقا ولا. أما الحكومة، أما رئيس المكلف، إن شكلت الحكومة تصبح حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لا يحق لها أيضا أن تقوم مقام رئاسة الجمهورية في حال الشغور. طيب عندها مين بيتولى صلاحيات رئيس الجمهورية؟ ولا أحد. ساعتها بيكون البلد معطل دستوره، ساعتها في معنى انقلاب سلمي والدستور معطل. شكرا للدكتور. ولا يمكن إيجاد الحلول، لأنه اللبناني السياسي اللبناني من المبدأ يسخر الدستور والنصوص الدستورية والمفاهيم الدستورية لأوضاعه السياسية. يعني بيبلي الناس بداءه وبينسلوا بيقول دبروني، فإذا تجاه الأمر الواقع أنا بقدر بلاقي الحل الفلاني. لا هذا خطأ. يعني مثل المسيحي أو المسلم اللي ما بيتأيدوا بكتبهم السماوية ما بيقدر يكون لا مسلم ولا مسيحي. كذلك في الأنظمة ذات الدساتير المكتوبة لا يمكن ولا يجوز إطلاقا لأي سياسي أن يقف موقف معادي لدستوره. شكرا للدكتور حسن الرفاعي على هذه المداخلة. في عندك أي تعليق؟ لا أتمنى أن نوصل للفراغ، يعني هذا اللي بنتمناه، ولكن أخشى أنه يكون هذا المطلوب هو الفراغ. فراغ ولا التفريغ؟ الاثنين. طيب كنا عم نحكي بمسألة القوانين الثلاثية اللي هي مطلوبة من لبنان واللي إلي علاقة بقطاع المصارف. طيب هذا بدها حكومة عظيم وبدها مجلس نواب. طيب بس ليش هذه الأمور مطلوبة؟ يعني هل في شك بالقطاع المصرفي اللبناني إلى هذه الدرجة؟ لا لا لا، هذه القوانين ما بس مطلوبة بس من لبنان، كانت مطلوبة من دول وفي اتفاقيات، ولكن لبنان مصرف لبنان التزم فيها ومضى. ولكن هذا شيء منه كافي بس الاتفاق مع مصرف لبنان، بدهن ايه تحت قانون. انت ما بتتخوف بس على الوضع المصرفي في لبنان؟ لا ما عندي خوف على الوضع، بس خوف. اتمنى ما نحمله اكثر من طاقته، هذا اللي اتمناه يعني. بس عندك خوف عمليه الدوله مثلا؟ طبيعي، مش هيك معارضين موضوع سلسله الرتب والرواتب؟ معارضين من اول ما بلشت، انتوا كل زوده بتعرضوها. لا لا, 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 لا هي كل زياده اجر بتعرضوها. نحن يلي أقرينا زيادة الرواتب للقطاع الخاص، ونحن طالبنا. طب ما فيكم كمان بتقروا زيادة للقطاع الخاص؟ خليني أقول لك، ونحن طالبنا اليوم لنفس الزيادة للقطاع العام، وهلا عم بطالب أنا للقطاع اليوم العام للمعلمين أنه يقبضوا هالزيادة مع مفعول رجعي. عظيم. ولكن موضوع سلسلة الرتب والرواتب يا أستاذ بسام لغاية اليوم ما حدا بيعرف قديش كلفتها وكيف بدنا نمولها. كيف ما حدا بيعرف ايش كلفتها؟ ما حدا بيعرف كلفتها. انا حدا مش 1600 مليار؟ نسمع اليوم مليار دولار، ونسمع مليار ونص، ونسمع مليارين، وهيدا بيقول لك ما تصدق هيدا الوزير، وهيدا بيقول لك هيدا لا مش مزبوط، وهيدا ما في قرار اليوم على، ما في اتفاق على رقم. واحد، مين بتقدر تزيد انت موضوع سلسلتها والرواتب بظروف اقتصاديه؟ ما بدي اقول انا استعمل شبه واقف، مش ما نستعمل كلمه انهيار. خلينا نحن نشوف شو صار بقبرص. ولكن قبرص شو الفرق؟ القبرص كان عندها ام وعندها بي، عندها الاتحاد الاوروبي وعندها روسيا. وبعدين عندها اما نحن بلبنان يتامى، ما عندنا حدا يساعدنا. انا اللي اتمناه يصير في وعي، وانا على يقين اي شخص واعي
وشخص بده مصلحة البلد ما بيحكي بالوضع الحالي بموضوع سلسلة الرتب والرواتب. بس سلسلة الرتب والرواتب خلينا بمجلس نواب. خلينا نتمنى خلينا حلك شغلي. كان رؤساء الكتل النيابية نحن وقت ما طلعنا لعندهم قال معكم حق 100% وخطر وخطر ونزلوا وممكن مجلس النواب أقروا وناقشوا باللجنة المال والموازنة. ولكن نحن هذا موضوع انتخابي سياسي ما بنقدر نقول لا بس أنتم معكم حق ونحن معكم استمروا ونحن ماشيين معكم. كليته أنا أتمنى يكون حدا عنده الجرأة يطلع يقول بس يخاطب هالشعب ويقول لهم هاي الأرقام هاي تحذيرات البنك الدولي وصندوق النقد إذا أقررنا السلسلة وين حنصير بالبلد. وين رح نصير؟ وين حنصير؟ حنصير شهر شهرين بيقبضوا بعدين ما في مصاري. شو عم بيصير اليوم؟ شو عم بيصير اليوم؟ مش ما الدولة قالت بدها تأمن لها موارد موجود بالبلد. نوايا طيبة نوايا طيبة وأنا بدي طير كمان نيتي كمان بس ما في على الأرض. كيف بال2013 دخل الدولة نازل 8% والانفاق زايد 16%. ليش نازل دخل الدولة؟ ما في هيدا أرقام مين؟ أرقام وزارة المالية هيدا؟ نعم نعم هيدي من TVA نازل دخلها من TVA من الجمارك نازل من كل شيء تسجيل العقارات كلياته نازل 8% هالسنة. ولكن استمرينا هيك حنشوف نزول بالدخل الدولي بال2014 أكثر بكثير من 8% والانفاق زايد 16%. بس كمان الغلاء زايد. طيب الغلاء زايد ولكن شو بعمل انا؟ بيجي بزيد سلسله رتب رواتب بدفع مليون بدفع شهر وشهرين بصير في مثل اليونان بعدين بقول له انا ما معي بدي ارجع نزلهم. شو صار باليونان؟ انت لاحظ اللي عم بطالبوا اليوم بزياده رتب والرواتب وخد اليوناني نفس الحكي ونفس اللونجاج كانوا عم بيحكوا. شو صار باليونان وشوف نحن وين بنصير. نحن وضعنا اخطر من اليونان. اليونان كان عندها جزر بيعتها، اليونان دعموها ب 300 مليار، الاتحاد الاوروبي نوعا ما رجعت وقفت على اجريها، نحن ما عندنا حدا بيدعمنا ابدا. بس في كلام دائم من قبل رئيس الحكومه ومن قبل وزير المال انه هذا تهويل بمحل من المحلات وانه الدوله لن تتلكأ عن دفع مستحقاتها ولن تتلكأ عن دفع المعاشات والاجور. استاذ بسام الحكي الحلو كثير اسمعني. موضوع السلسله ما بينحل الا على طاوله مثل هاي فيها الحكومه والاتحاد العمال العام والهيئات الهيئات الاقتصاديه وهيئه التنسيق النيابي. شو بك نسيتهم؟ لا وهيئه التنسيق هدول الاربعه. انا ما بقدر حل موضوع السلسله مع هيئه التنسيق يلي هن في 250 الف موظف يلي انا بحترمهم وحقهم لازم ياخذوه وافتح علي باب مشكله مع مليون عامل بالقطاع الخاص. كانوا كثير صارحين. يعني انتم هاي الخشيه عندكم؟ نحن مش خشيه، البلد نحن خايفين على البلد. ما بقى شوف يعني مش الخشيه انه يطالبوا عندكم يلي بيشتغلوا عندكم بالقطاع الخاس انه ما يصير معاشاتهم مثل معاشات اليوم اللي موظف بالقطاع الخاص ما بده الا ستره عم بيروح على شغله عم بيتمنى ان ابقى بشغلي. اليوم الموظفين هن عم بحسوا مع صاحب العمل عم بقول له انا عارف هالسنه لا في بونس ولا بقدر تدفع لي اوفر تايم بس خليني بشغلي. ما بتنحل الامور الا ما هالاربع يقعدوا على طاوله واحده ونحل المشكل للجميع. يعني قلبكم على الدوله وعلى 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 مصالحكم على الاثنين سوا على البلد كله. طبيعي لانه اذا البلد طار كلنا طرنا. طب ليش لكان بيطلع يعني رئيس الحكومه او وزير المال او مسؤولين بالدوله بيقولوا ما حدا يخاف وهيدا كلام تهويلي؟ شو السبب؟ انه بس انه حتى يطمئنوا العالم يعني بيقولوا نحن رح نضل نحن ما بدنا نحكي اكثر من هيك. معلش نحن عم نقعد معهم وعم نسمع معهم وفي خوف. انا عم بقول لك يطلع يعطوا التقرير يعرضوا تقرير اليوم صندوق النقد يقولوا شو بتصير بماليه الدوله. شو بتصير وين اذا بيقدروا يدفعوا رواتب؟ بدك تروح تلتزم بشغلة بدك تشوف كيف بدك تسكرها. بدهم يلتزموا. نحن اليوم بمالية الدولة أنجأ كل شهر بشهر وعم بيجمعوا ضرائب وTVA و يدفعوا الرواتب. بدها تزيد السلسلة شهر شهرين بعدين ما في رواتب للقطاع العام. وأنا اللي عم بحكيك هذا أمر أكيد منه حضرتك. أنا اللي عم بحكيك على الهوى وأنا مسؤول. ما بدنا نحكي أكثر من هيك. برجع بقول لك خلينا نقعد على طاولة هالأربع فرقاء اليوم نلاقي حل. طب شو الحل؟ شو وجهة الحل بالنسبة لكم؟ أنتم بتقولوا إنه هيدي السلسلة ما بتمشي وهيدي رح تدمر الاقتصاد ورح تدمر البلد. نعم. شو الحل؟ هذا ما بس حكي. طيب. وزير الاقتصاد وقت ما عمل اليوم التقرير بمجلس الوزراء مشكور عليه، كل المسؤولين اليوم اللي قعدوا معنا بالهيئات الاقتصادية من الوزراء هن أصدقاء وأولاد الهيئات الاقتصادية حذروا. عال بس كمال انتخابات يعني مندمر نحن مندمر مالية البلد؟ نعم. بي هذا اللي عم بيصير. وقت بتطلع عند المسؤول بقول لك أنت معك حق ولكن بالسياسة شو أنا طلعت شو قلت؟ قلت من أجل نايب اثنين حيحرق البلد اقتصاديا. طب كيف ممكن تعالج هاي المسألة؟ اليوم وعدوا هؤلاء المواطنين هؤلاء الموظفين انه والله نحن هعطيكم سلسلة في بلد بالعالم بتزيد بتقر سلسلة رتب رواتب نموعة بينزل
وضع اقتصادي عم بينزل، نمو نحن هالسنة إن شاء الله نعمل صفر، توصل للصفر، نوصل للصفر، أتمنى ما نكون نحن تحت الصفر. في بلد بالعالم، في منطق بالعالم؟ وبعدين أقله ما لازم نعرف الشعب اللبناني، أي واحد ما حقه يعرف قديش كلفة هيدي السلسلة. خلينا نعرف كلفتها بس. طب هاي الأرقام اللي عم تنطرح، يعني هيدي أرقام شو هيك بالهواء هيك تكلم؟ أنا يا ريت جايب معي، أنا بدي أفرجيك من كذا، كل واحد من كذا الفرق ما بعيننا، المئات المليارات الملايين ما بعيننا، هذا 500 مليون بالطالع، هذا 700 مليون بالنازل، ما حدا، مش إنه في مليونين ثلاثة فرق. يعني في عدم وضوح بهذا الموضوع، في عدم وضوح، في تسكيج، في وعود، في يلا بسكت هيدا وهيدا بقول له اللي بده اياه وهيدا بمشيله هيك. بالنهايه كنا بنعرف انه موضوع السلسله ما حدا بيقدر يقرر بالوقت الحالي بالوضع الاقتصادي اللي نحن عم نمر فيه. طيب في مؤشر الغلاء، ماني ضد الهيئه التنسيق، ما حدا يفهمني غلط، وانا على يعني على تواصل مع الجميع، واتمنى نقعد معهم ونشرح لهم نحن خوفنا عليهم وخوفنا على البلد. طيب بس وقت بيكون في مؤشر الغلاء، اول شيء مؤشر الغلاء هذا مش عم ما عم يجتمع، ما عم يجتمع مزبوط، ما حدا عم يهتم فيه، مش عم ما في ما صار اجتماع. انا مع زياده اليوم غلاء المعيشه كل سنه، وهذا الشيء التزمت فيه مع الاتحاد العمال العام. خليه يجتمع المؤشر ونزيد كل سنة، احنا اكبر غلط اللي عم يصير. ما بتختلفوا على رقم المؤشر كمان؟ ابدا كيف ابدا ابدا. مع الاتحاد العمال العام بيطلع مدري قد ايه، 50-60-70%، ممكن نختلف، بس الاتحاد العمال العام بتقدر تحكي معه، بتقدر تتفاوض معه. كمان جماعة التنسيق النابية كمان بيطلع معه 60-70%، انتم بيطلع معكم 65% ماكسيموم. انا بقدر اتفاوض مع حدا اذا عم نحكي واقع، عم نحكي نفس اللغة. اتحاد العمال العام بقول لك في يعني بنسمع اليوم هيدي التنسيق ارباح المصارف 200 مليار، يعني من مليار ونص ارباح ل 200 مليار الفرق كتير كبير. مشان هيك انا برجع بقول لهم تعالوا نقعد على الطاولة نشوف كلياتنا مصلحة هالبلد وين، نحكي ونتحاور على رواق بواقعية وبفهم، ونخلي اجرينا على الارض. اتحاد العمال العام نحن في اتفاق نحن وياه، وانا مسؤول عم بحكيه وانا مستعد امشي فيها. المؤشر وغلاء المعيشه يجب، وهذا منيح للعامل ولصاحب العمل، كل سنه حسب المؤشر تنزيد للحد الادنى، نزيد الحد الادنى. انا مع الحد الادنى بس مش اليوم الشطور بالعالم كلياته هو بزيدوا على الحد الادنى، على الحد الادنى. اما الباقي الشطور هو حسب العرض والطلب بالبلد. طيب بس كمان قبل ما تابع وياك بدي اقول انه الاعتصام يلي كان مقرر اليوم بالجامع المنصوري الكبير بطرابلس، وكان داعي له الشيخ داعي الاسلامي الشهال، يبدو تم تعليق هذا الاعتصام، وذلك باطار يعني الجهود التي تبذل من اجل تهدئه الوضع في طرابلس وعدم يعني جر هذه المدينه الى المزيد من التدهور. بمساله مؤشر الغلاء، يعني قديش انتم مستعدين انه يعني بالاخر في رقم، هذا الرقم طيب ليش يختلف بين العمال وبين أرباب العمل؟ ما شوف ما بدي أقول في خلاف، لأنه ما قعدوا ولا اجتمعوا لأقول في خلاف، بس بس وقت كانت عم تنبحث مسألة الزيادة على الأجور، وقت كانت عم تنبحث مسألة سلسلة الترتب والرواتب، طلع أرقام عن مؤشر الغلاء. هلا كان في أرقام، المشكلة لأنك أنت كنت عم بتعالج 5-6 سنوات، مشان هيك أنا مع أنه كل سنة نعالج سنة بسنتة. ما نخلي مثل ما بصير، إذا بتشوف زيادة الأجور آخر 10 سنين أما 15 سنة زدنا الأجور 3 مرات، هذا غلط. ليه ما في هالمشاكل بأوروبا وبدول الخليج؟ كل سنة في غلاء المعيشة بتنزاد 3%، 4%، 5% بتنزاد، ولكن نحن بدنا نشوف اليوم، ما بدنا نعمل شيء نزيد اليوم نسب البطالة بالبلد كمان. نحن في مشكلة كتير كبيرة، إنه هالمؤسسة اللبنانية والمصنع اللبناني والمزارع اللبناني عم يستبدل اللبناني بالسوري. بدي أرجع حمل أعباء، لا أنا أرجع شجعه يرجع يستبدل اللبناني ويجيب سوري مشان كلفة الأرخص. صحيح أنه في 26% بلبنان بطالة؟ أكتر. هذا رقم، بس أنتوا عندكم الأرقام. هلأ شو تقرير البنك الدولي، 40% من شبابنا عطلين عن العمل. أنا اليوم وقت ما ربحت دبي الإكسبو 2020 يعني نحن يمكن كلبنانيين انبسطنا أكتر منهم، لأنه ممكن يلاقوا فرص عمل اللبنانيين، لأنه سمعنا أنه في 273 ألف فرصة عمل، أنه اللبناني يمكن بيطالوا 20-30-40 ألف. قد ما العالم صارت يأساني، شبابنا عم تدرس 2 و3 و4 صار لها سنين عاطلة عن العمل. دول الخليج اليوم مشدد عليك، لبنان ما في نمو، في صرف عمل، ما في فرص عمل، وين شو عم تعمل هالشباب؟ هذا الشيء بيجوز؟ طيب بس انت كيف كمان هون يعني في حال لم تقر سلسلة الرتب والرواتب ما بتزيد نسب البطالة كمان بلبنان؟ لا كيف لا؟
انا اذا بدي زي هيدا اللي قاعد كان بالقطاع الخاص ولا كان بالقطاع العام يعني بالاخر بده يضطر يشتغل شغله ثانيه وثالثه ورابعه. في 250 الف عامل بالقطاع العام عظيم بالدوله وفي مليون, بالقطاع الخاص بين موظفين ومهن حرة. أنا ما بدي إجي أعالج هال 250 ألف أضرب هالمليون. المعالجة بدها تصير مع الكل سوا. في كان واضح اليوم اتحاد العمال العام أي زيادة سلسلة رتب والرواتب بده يتوجب اليوم زيادة صوت المدارس. هتزيد المدارس بين 500 ألف ومليون ونص. هن زادوا بدون السلسلة، مع السلسلة بدها تزيد من 500 ألف ومليون ونص. يلي عنده معدل 3 أولاد 4 مليون ونص ليرة كيف بده يسكرون؟ حنخلص نحن من مشكل 250 ألف ونفتح مشكل أكبر مع مليون شخص. مشان هيك ما ممكن تصير إلا ما قلت لك هيئة التنسيق اتحاد العمالي هيئات ودولة تجي ترعى هذا الاتفاق ونشوف الأهم كيف بدنا نمول هذه السلسلة. نوايا طيبة من طابق المئاتي، طيب حدا عم يبني؟ طيب خلينا نشوف نحن اليوم قد ايه نسب اليوم الطلب على العقار نازل بلبنان. العقار نازل، الأسعار نازلة، الرخص نازلة. طيب كتير جيد اليوم والنية طيبة، بس إذا البلد بوضعه الصحيح ممكن اليوم طابق المئات يجيب لي 300 مليون أما 200 مليون بيوصلوا بتقديراتهم ل 700-800 مليون. نعم، أول شيء بلشنا بالمليار و200 أنت السادة وانتهينا ب 800 مليون. وعم أقول لك مئات الملايين ما بعينهم، بيحكيك مليار و200 يا عمي وين مليار و200؟ حسبت أنت كل لبنان نفس السعر؟ حسب الضيعة نفس سعر سوليدار. أول شيء هذا الخطأ يلي صار، ما تطلعوا أرقام بدون ما الهيئات الاقتصادية تقعد معكم يا عمي. خلينا أرقام. طب قعدتوا أنتوا ويهون؟ نعم. يعني أنتوا اليوم تواصلكم مقطوع مع رئيس الحكومة؟ أبدا. مع وزير أبداً المالية؟ أبدا، من جمعتين قعدنا معه. طيب صحيح، بالعكس من جمعتين قعدنا معه. بس هذا موضوع السلسلة، أنا أخشى ما يكون موضوع هو ضغط وموضوع سياسي كمان. طبعا قلت انه عم بتقول انه عم يجوا يقولوا لكم انتم معكم حق، بس نحن هاي دي قصه سياسيه وقصه انتخابات. نعم. طب ما عم بتقولوا لهم انه هي قصه سياسيه موضوع شعبوي موضوع شعبوي هيدا انه في 250 الف صوت شعبوي، بس كرامه انه موضوع شعبوي يعني انا ما يعني معلش، بس وقت بتقولوا لرئيس حكومه او لوزير الماليه انه بعد شهرين او ثلاثه مش هتقدروا تدفعوا يلي تعهدتوا فيه، شو بيكون ردهم؟ بدون ما رد عليك مالي. لا انه بهم المواطنين يعرفوا انه شو بيكون ردهم، يعني شو بيكون ردهم؟ ما حتمرق. انه ما حتمرق. بيقول لك ما راح تمرق. يا استاذ بس ما في حدا عاقل اليوم بيقدر يمرق السلسله. اصلا ليجتمع مجلس النواب. اول شيء ليجتمع. هلا مجلس النواب كان قبل عم يحكوا فيه اكثر لانه كان بعد ما مدد لهم سنتين انطفت الموضوع. هلا بيرجع بيفتحوا لك اياها قبل بشهر وشهرين من الانتخابات. يعني في خشية جدية بهذا الموضوع. في أرقام أستاذ بسام، ممكن نختلف على 100 شغلة، بس وقت بتحط الأرقام اليوم ما حدا بيقدر يختلف على الأرقام. خلينا نكون واقعيين. طب وين الخطورة بمالية الدولة يعني؟ هي دخل، عم نقول لك دخل نازل. عظيم. الإنفاق زايد. عظيم. أوكي. في مشكل حقيقي إذا اليوم التصنيف كمان المصارف رجع نزل حتزيد الأعباء على الدولة. تصنيف الدولة اللبنانية نزل. نمو إيه تصنيف الدولة اللبنانية نزل. هلأ في تهديد اليوم إذا ما أقررنا هالثلاث قوانين التصنيف الدولي حينزل. كمان تصنيف الدولة. نعم. شو قل عليها؟ هاي قالوا عليها بالمصارف. لا إذا المصارف بس الدولة ما طلعت القانون. حيرجع أعباء زيادة على الدولة 600 مليون دولار. استثمار ما فيه، نمو ما فيه، خلق فرص عمل ما فيه. كيف بدنا نحكي بموضوع سلسلة ووضعنا الاقتصادي مثل ما هو اليوم؟ يعني ما في حدا اليوم عنده منطق وعنده عقل وعنده بحب يعني خوف على مصلحة البلد بيقدر بيقول لك سلسلة. طب شو ممكن تعمل الدولة مثلا أو وزارة المال؟ هلا ما عم نطلب شيء من الدولة، عم نطلب شيء من هالقوى السياسية تجتمع وتألف حكومة. قبل ما نحكي سلسلة وقبل ما نحكي شيء في عندك تأليف حكومة، تألف حكومة في مصالح العالم اليوم واقفة كلياتها. بس كمان في عندك يعني بدك تأمن استمرارية بانتظار انك تشكل هذه الحكومة. نعم. اليوم كيف بتأمن هذه الاستمرارية؟ يعني كيف بتأمن الاستمرارية تدفع له معاشه لهالمواطن؟ كل وزارة مأمنة استمراريتها على مصالحها الشخصية. عم نشوف في وزارات عم بتوظف 300 و700 موظف و800 موظف وما عم تسأل على حدا، وهدول بس عم نوظفهم لأنه كمان توظيف سياسي، بس بعدين كيف بده يتأمن لهم اليوم رواتبهم واستمرارية والأعباء؟ ما حدا سألين. يعني نحن اللي شفناه بهالثلاث سنين ما مر بتاريخ لبنان. طيب كمان قبل ما تابع انا وياك بدنا ننتقل عند الشيخ داعي الاسلام الشهال. نهارك سعيد. انا وسام معكم سعيد.
شيخ داعي، يعني حسب ما عرفنا انه حضرتكم قمتم بتأجيل الاعتصام او التجمع الذي كان مقررا اليوم الجمعة بالجامع المنصوري الكبير بإطار الجهود المبذولة يعني لمعالجة الوضع في طرابلس. يعني خبرنا ماذا احاط بكل هذه المسألة؟ الحقيقة يعني أمس حين وجدنا بأن الأمر فيه ما فيه وهناك مقاصد يعني يظهر بأنها سوداء وتعاطي سلبي، قمنا بما يوجب عليه في العديد من المناطق في عمون طرابلس والقضبي والضواحي وعكار والضمئي، بالإضافة إلى ثبات أهلنا بالتبين. أدى هذا إلى يعني نزع الفتيل وتراجع الوضع عن التوتر. نعم. ويعني وجدنا بأن المقصد قد تحقق بهذه التحركات والمواقف والبينات، وبأن يعني الاستمرار لم يعد هناك فيه من ضرورة. نعم. سواء تم الاعتصام أو لم يتم، فتحقق الغرض الآني في هذا الحدث على وجه الخصوص. نعم. شو هو الغرض يعني سمعت الشيخ الذي تحقق؟ هل هو يعني وقف ما كان يقوم به الجيش اللبناني من خطة أمنية أو من تدابير أمنية؟ يعني هل أنتم لا ضد الجيش اللبناني؟ هو التحرك أمس كان ردا على استهداف مباشر وسريع لحدث طرأ موضوع قلات الجديد وما كان لها من تداعيات على منطقة التبانة. كان هناك استهداف للتبانة، هناك إلقاء لقنابل مسيلة للدموع، وتقدم للجيش تحدي إطلاق نار بعض الجرحى إلى آخره. فبناء على هذا قمنا بما يعني يوجب علينا القيام به من أجل الضغط وتحقيق غرض التهدئة، وقد تم هذا بالأمس. لكن الحقيقة أنا فوجئت أنه منذ قليل سمعت بأن يعني هناك محاولة أخرى من الجيش للاستمرار ب يعني طريقة استفزاز أهل التباني. نعم. فأنا الحقيقة أشعر بأنه يعني هناك إصرار. نحن متأكدون من أول الطريق. أنا من جهتي شخصيا كان عندي تحفظ على الخطة الأمنية من أول الطريق، لأنها للأسف الشديد الخطة الأمنية في مناطقنا مداهمات وملاحقات واستفزازات، بينما عند غيرنا هي من أجل دعمهم وتثبيت أمنهم ومساعدتهم وإعانتهم وتغطيتهم، بينما عندنا استهداف. يعني هل تطلبون من الجيش وقف هذه التدابير التي يقوم بها؟ أكيد نحن تحركنا من أجل وقف هذه التدابير التي فيها حيف. نعم. مش أي تدابير، لا، نحن التدابير التي فيها إنصاف وفيها تحقيق الأمن وتثبيت الأمن، نحن هذا هو المقصود وهذا هو المطلب. نعم. لكن الأساس الخطة الأمنية بسبب الأوضاع ابتداء يعني بكثير من الأحداث، لكن خاصة ابتداء من تفجير المسجدين، هذه الخطة الأمنية وصرع الدنيا لما نحن أن لازم يكون في تعاون من أجل تثبيت الأمن. وحضرتهم لا أدروا منع التفجيرات ولا أدروا منع القنص ولا أدروا منع قطف طرابلس من قبل المجرمين والمفسدين في جبل محسن. يعني حضرتكم عم بتطالبوا انه مثل ما يعني عم يتردد انه الاستاذ رفعت عيد والاستاذ علي عيد يكونوا ضمن اطار عمليه الملاحقه. طبيعي لازم يكونوا ضمن اطار عمليه يعني ناس يفجرون، يعني هي قضيه ما هي اطلاق نار بالهواء ولا اطلق الرصاص على فلان على رجله او على الارض او مشكله ضرب الاكف والايدي، قضية تفجير من أكبر جرائم الإنسانية، يعني تفجير مساجد قتل وجرح العشرات والمئات. نعم. هذا أمر لا يمكن أن يعني يمر مرة كرة، ما ممكن يعني يحصل فيه تسامح، أمور بسيطة ممكن يصير فيها تسامح، يعني صار في تسامح بكثير من الأمور، لكن مثل هذه الأمور ما في مجال التسامح فيها. هذا معناها هناك أجندة تفرض، هناك أوامر، هناك من يمسك بالقرار، وهؤلاء محميون يغطون من أنظمة إقليمية، يغطون من قوى ممسكة بالقرار في لبنان، فهذا الأمر ما هو مقبول. فنحن بكل الأحوال أنا أقول بكل تجرد بأن الجيش بأدائه هذا يعمل على انهياره. طب امبارح هناك من أطلق النار على الجيش وأدى إلى استشهاد جندي في طرابلس، طب كمان هذا مسموح؟
طبعا مش مسموح، لا المهم الموضوع. لكن حين ما هو يا اخي لما انت بتراقب الوضع بتشوف انه اساس الخطه الامنيه بدل ان تكون بدل ان تتجه باتجاه صحيح يحقق الامن للجميع، تجدها بانها منحازه، لان الامن فيها اعرج. يعني يعني بيروحوا لي على فلان عن جينا طينان، وهذا بالسوق وهذا بباب الرمل. لو انت جايين تعمل خطه امنيه على افراد فرد هون وفرد هون حتى يؤدي الامر الى تازم، ثم استدراج بعض الشباب، ثم يقال بان الارهابيين نحن نلاحق الارهابيين ونلاحق التكفيريين، ثم يكون المقصد في الحقيقه هو ضرب اهل السنه في طرابلس وعموم لبنان والدخول الى التبيني. هذه اشياء نحن ما بقى تمر علينا خلص، انتهت القصه. شكرا. هالفبركات هذه ما هي مقبوله. يعني ضربوا عبره والاسير من خلال طرف ثالث وبحجة إيش كرامة الجيش وهيبة الجيش وإلى آخره. طيب كل الدماء الذكية لها قيمة، ليس دم الجيش يعني غالي ودم أبنائنا ودم الشعب رخيص، لا كل الدماء بالأساس غالية، كل الدماء بالأساس غالية. بس أنتم مستعدين تتعاونوا مع الجيش؟ يعني إذا دمنا رخيص ليش نحن بدنا يكون دمنا رخيص وكرامتنا مهدورة؟ ما هو مقبول. شيخ داعي إذا 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 الجيش في هذه الخطة الأمنية يريد إلقاء القبض على مطلوبين، أنتم بتساندوا لهذا الجيش؟ لا لا بدي اقول لك شغله، لما بيكون في انصاف وعدل، يعني هلا الخطه يعني عند الكل بأساسها. بدي اقول لك شغله، مطلوب انسان اطلق الرصاص، انسان عمل مشكله مع جاره، هذا ما بدها خطه امنيه، هذه الامور طبيعيه، ما بدها خطه امنيه، ولا بدها يقولوا والله هذه قصه امر الجيش ومنطقه عسكريه طرابلس والى اخره، هذا ما بدها هالادوار هذه الترتيبات، هذه بتكون فيها اي دوريه وضع طبيعي، طرابلس صارت سكنه يا أهلنا. ما يا شيخ كل الناس بتطالب الجيش بالتدخل بطرابلس لحفظ الأمن، وعندما يتدخل هذا الجيش لحفظ الأمن ينقلب يعني تنقلب القيادات عليه، ما من أجل هدر الكرامات. أنت والله ما كنت عارفين كل التفاصيل، في هدر الكرامات، في استهداف للحى، في 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 تحيز، ما بلك كل العناصر، أكيد ما بلك كل عناصر الجيش ولا كل ضباط الجيش، لكن هذا الأمر صار مفضوحا، بعض عناصر وبعض ضباط صاروا ما عندهم مشكلة، ما عندهم حدود، صاروا عم يتجاوزوا الأوامر والتوجيهات والأصول والقوانين باستهداف كرامة الناس، ما في من عم يمسكهم. نعم يعني بصراحة بقول لك بعبارة أخرى، يعني حيصير جيش كل من إيده له. شكرا. شكرا للشيخ داعي الإسلام الشهال على هذه المداخلة. خلينا نأخذ تاني بريك إعلاني ومنتابع نهار مساعد. ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد من الـ LBCI مع الأستاذ محمد شقير رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان. كنت عم تسمع الشيخ داعي الإسلام الشهال يعني والحديث عن ما يجري في طرابلس ودور الجيش في طرابلس. عندك تعليق؟ عرفت؟ لا أنا نحن كنا مع الجيش، وهذا الجيش إذا بعد في لبنان وبعدنا مستمرين بهالبلد هي بسبب الجيش ووجود الجيش وقائد الجيش، اللي تحية كتير كبيرة له ولكل يعني هالمؤسسة العسكرية يلي كل لبنان واقف معها. نحن بدنا نحن هيبة الدولة، هيدا اللي عم نطالب فيه كهيئات اقتصادية من أول يوم، من يوم اللي تسكر أول طريق مرة بالمطار إلنا بدنا هيبة الدولة. إذا ما عندنا دولة ما في اقتصاد، وإذا ما في دولة ما بقى في بلد. بقى تحية كتير كبيرة والله يعطيهم العافية لأنه عم بتحملوا أكتر ما من طاقتهم. يعني هو الوضع الأمني كمان بالنسبة لكم يعني هو عامل أساسي بكده. ما في أمن ما في اقتصاد، مربوطين ببعض هدول. أمن بدون أمن واقتصاد هدول حلقة مع بعض. طريق المطار بتسكر وطريق المطار بتفتح وطريق المطار بصير فيها. يعني هذه طلعت سنة صار في عنا هواي أي واحد زعلان مع شخص سكر طريق المطار، وهذا حكينا كتير فيه إذا بتتذكر يعني. ولكن نتمنى أنه هالشي ما بقى منشوفه. هلأ تسكرت بسبب المي، معلش بتفهموا العالم، ولكن ما تتسكر لا باحتجاجات ولا بدواليب ولا بأي شيء تاني، لأنه لغة تسكير المطار ولغة الخطف ولغة التهديد هي اللي وصلت الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهون. قديش يعني بخلال يعني خلال جولتك برا، بخلال ذهابك إلى دول الخليج، بخلال ذهابك إلى مؤتمرات إلى علاقة بالوضع الاقتصادي في لبنان وفي المنطقة، قديش يعني بتلاحظ أنه بالفعل في تأثر بهذا الوضع الأمني
في لبنان، وانه بالفعل في تخوف يعني من استهداف مثلا الرعايا السعوديين، من استهداف الرعايا الخليجيين بشكل عام، هل هالتخوف موجود؟ هيدا الاساس. يعني اليوم زيارتنا للهيئات الاقتصاديه واتبرحنا على السعوديين، نعم، واجتمعنا مع الجميع. الوضع الامني هو الهاجس اللي عندهم، لغه الخطف والتهديد وتسكير المطار، في عندهم موضوع امني. يعني شوف اللي بنيجي بنقول يمكن في شيء بالسياسه نوعا ما، ولكن هن ما كان موجود قبل. يعني وضع الامني يعني بال2010 كان في كمان تهديدات امنيه، ايه، بس ما هددنا بالخطف، ما هددنا دول الخليج بالاسم، ما سمينا دول. كان في مشكله، ما عم بقول ما كان في مشكله، بس 2010 ما كنا عم نحكي بدايه الحلقه اقوى سنه صحيح سياحيه بتاريخ لبنان. عظيم. اما اليوم في خوف، اكيد في خوف. وموضوع المتفجرات اللي عم بتصير، موضوع الاغتيال اللي صار من يومين، في خوف بالبلد. خلينا نشوف نحن الفنادق كيف كانت قبل الانفجارات اللي صارت على السفاره وبعدها بنهار. نزل اليوم الاشغال بالفنادق من 30% ل10% بثلاث اربع ايام. الوضع الامني اساسي. لو وصلنا لهون نحن هي عدم هيبة الدولة، مشان هيك عم نقول نحن كلنا مع الجيش ونتمنى الجيش انه ما يسير اي فريق لبنان. بس هيدا الجيش ما بيقدر يتحرك هيك من دون قرار سياسي كمان. هلأ اللي سمعني يوم عم يتحرك بطرابلس، اي مال ايامي انه كيف عم يتحرك بطرابلس؟ اذا في قرار سياسي ما في حدا اقوى من الدولة اقوى من الجيش. لو شو ما عم نسمع اصوات. في قرار سياسي، شفنا شو صار بصيدا، في رئيس حكومي، في رئيس حكومة من طرابلس، وفي بس رئيس الحكومة قال في قرار سياسي والكل داعم الجيش بموضوع طرابلس، ونتمنى انه الجيش ما يتراجع بطرابلس. واي شخص اليوم بده يهدد اليوم الدولة ويهدد امن هالدولة وهيبة الدولة مفروض ما يكون موجود. قديش انتو يعني بتحاولوا انه بمحل من المحلات تساعدوا هذه المؤسسة العسكرية او تساعدوا قوى الامن الداخلي او تساعدوا باقي الاجهزة الامنية يمكن بمكان من الاماكن لحتى تكون قادرة وفاعلة على انه تقوم بمهامها؟ موجود هذا الشيء عندكم كهيئات اقتصادية؟ يعني ما في مساعدة مباشرة، في مساعدات معنوية، في إذا بدك وقت ما عم نطالب باستقرار، وقت ما عم نطالب اليوم بنمو، هذا كله بيعكس خير على البلد كله. أما كهيئة اقتصادية مع هالقوى لا ما في، لكن نحن على تواصل معهم، ونحن يعني بنعرف قديش عم بيعانوا، ويعني قائد الجيش في صداقة وفي احترام ومحبة كتير كبيرة شخصيا ومن الجميع، وبنعرف قديش عم يتحمل. وبنقول نحن دائما لو ما في هالقيادة هالمؤسسة العسكرية وفخامة رئيس الجمهورية بهالفترة السنتين ثلاثة ما كان شفت حدا بعده بهالبلد. سألت رئيس الحكومة إذا مول المحكمة الدولية وقال لك كمان هالأمر رح ينعكس على لبنان؟ لا، في قرار، أنا ما بعتقد في حدا بيتحمل ما يمول موضوع المحكمة، منا لعبة مع حدا. أي حدا بهمه مصلحة البلد ومصلحته الشخصية ما بيقدر يتحمل ما يأمن موضوع التمويل. طيب اليوم كمان في بلبنان هيك موضوع مهم اقتصاديا واخذ ضجة وكمان مختلفين عليه، مسألة استخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية. أنا كان عندي كلمة من يومين كيف في مؤتمر الغاز ببيروت بفندق الفينيسيا، وكان عندي كلمة وقلت رأيي في هذا الموضوع. أتمنى على أيامنا نشوف هذا الموضوع، ولكن خلاف الخلاف السياسي اليوم في خلاف سياسي كتير كبير. وإذا حيضل هالشي يمكن لا نحن ولا أولادنا ولا أولاد أولادنا بيشوفوا موضوع البترول والغاز. بدو يتفقوا على مصلحة البلد، يتفقوا على هالثروة يلي موجودة بعد ما ضيعنا نحن السياحة وضيعنا واقتصادنا والدين العام تعدى 60 مليار، ما بقى في عنا حل إلا موضوع الغاز والبترول. بس يعني ثروة من هذا النوع برأيك رح يتركوها تمر مرور الكرام؟ يعني شوف بدي أقول لك شغلة واحدة، يعني بده في شيء بده يتقسم يعني، بس ما خلوا لهالشعب الحصة الكبيرة. يعني ما أنتوا عندكم تجربة كتير أساسية يعني مع مؤسسات الدولة اللبنانية ومع المسؤولين في الدولة اللبنانية وبمواضيع يعني أقل أهمية من مسألة الغاز والنفط. هل هذا التعاطي عم بيكون على مستوى كل هذه التحديات؟ موضوع البترول بده حكومة قوية وبده اتفاق سياسي بين القوى السياسية الكبيرة، وبنقدر نحن خلال سنتين نشوف صار في انتاج غاز ونفط عنا. بس يا استاذ محمد في مسألة اسمها الفساد، هاي المسألة انتو مختبرينا عن قرب بالدولة اللبنانية. لا انا موضوع الفساد انا اتمنى رجوع الفساد، لانه احنا كان عنا فساد اليوم ما بقى له تسمية. اليوم الفساد وقت ما كنت تروح تخلص معاملتك ب $100 صارت اليوم $5,000. هالقد صار الفساد اليوم وقت ما كان الدولة يروح عليها 10% من مدخولها
صار عم بيروح 30 و40%، بقى يا ريت يرجع الفساد ونحن بنكون سعداء يعني. طب شو المشاكل انتم كهيئات اقتصاديه بتواجهوها بهذا الاطار؟ تخيل اليوم يعني وين بتواجهوا برخص الاستثمار، بتواجهوا بمسائل الضمان، بتواجهوا بمسائل بشو بتواجهوا؟ اليوم مؤسسات الدوله عم بتفرفت، بتحس الدوله عم بتفرفت، مؤسسات عم بتفرفت. قد في اليوم وزارات اليوم قد في التعيين كم بالفئه الاولى والثانيه؟ في عندك مئات الاشخاص اللي لازم تعينوا. طيب في شواغر كثير، شواغر قد ايه بالجمارك وين ما كان؟ حكومه تصريف اعمال صار لها قديش؟ عم بتشوف الدوله بهالفتره هاي عم تضعف، عم تتفتفت هيك مؤسسات الدوله للاسف. طبعا عم بتفوت بضائع ومواد اوليه من دون جمرك؟ عم بتفوت على لبنان من البور والمطار انا اخر مره قلت لهم اللي بدكم يفوت بس اسمحوا لنا بموضوع الدواء وبالموضوع صحتنا الماكولات الفاسده يعني. اكيد عم بتفوت في اكيد يعني في تهريب، في اكيد في تهريب عن البور وعن المطار، اكيد على البور والمطار والبر كله. هذا ما بدها تسال يعني هذه اي شخص اليوم بالبلد بيعرف اكيد، وهذا برجع بقول لك قرار سياسي. كنتوا عم تحكوا انتوا انه بضبط الهدر على البور وبضبط الهدر على المرافق، هذا موضوع انه هذا بفوت مصاري على الدوله اذا تم ضبطه. هذا موضوع اكبر مني ومن الهيئات الاقتصاديه ومن الكل. هذا بده قرار سياسي اليوم، بده قرار سياسي، ما حدا بسمي لك، ما حدا عنده جرأة يسمي لك. نعم. لأنه هذا قرار سياسي أكبر بكتير اليوم من أي شخص فينا. بس موجود موجود وعم يكتر. مش عم بقول لك أتمنى رجوع الفساد أنا. طب هذا كمان ما بيخلق لكم منافسة يعني؟ وقت في جهة بتفوت بضائع من جون جمرك وبتنشرها بالسوق. هيدي المشكلة الكبيرة اللي عم نقول، هيدي المنافسة الغير عادلة يلي عم بتصير. طبيعي. بس شوف هيدي موضوع الجمرك، يعني أنا بفوت بجمرك، هذا بفوت بدون جمرك، ما عم بتأثر قد ما في مؤسسات بمناطق اليوم لا بتدفع لا ضريبة ولا بتدفع شيء كمان. هاي مشكلة كتير كبيرة. وأنا أزمتين. وأنا يوم اللي كانوا عم بيحكوا بزيادة الضرائب قلت له أنا مع زيادة الضرائب شو ما بتكون، ولكن على شرط إنه وقت ما بتصير تطبق على كل الأراضي اللبنانية، مش على ناس وناس، مش ناس بسمنة وناس بزيت، مش ناس بتدفع ضريبة وناس ما بتدفع، ناس بتدفع ضمان اجتماعي وناس ما بتدفع، ناس عندها شركات وهمية وناس عندها شركات حقيقية. أكيد. بس مش كل الشركات بتحاول تتهرب من الضرائب التي يجب أن تدفعها الدولة؟ لا مش الشركات، كل الشركات شركات كبيرة، مش كل الشركات المحترمة عندها موازنتين؟ أبدا، الشركات الكبيرة والمحترمة ما بتلعب. في مؤسسات صغيرة، أنا بقول لك إيه ما عم بدافع عن كل المؤسسات، لا بس الشركات الكبيرة والمحترمة اليوم ما بتلعب بهذا الموضوع أبدا. ليش إذا 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 ملاحقة هذا الموضوع في لبنان يعني يمكن غير متوفرة أو إنه بيقدر واحد يهرب منها؟ شركات عندها 300-400 موظف ما بتقدر تلعب بالدفاتر اليوم، هذه مؤسسة، هذه شركة، منا دكانة بتلعب، دكاكين بيلعبوا قد ما بدك، ما بتقدر تهرب من تفاقات بشكل ما بتقدر، لا ما بتهرب. وما والضريبة بلبنان صارت 20% من بعد ما نزلت الضرائب. كتير شركات يمكن أيام الحرب كانت تخاف وتعمل، بس كل هالشركات الكبيرة وقت ما ظبطت وضعها ونزل موضوع الضريبة صار 20%، لا دفاترها سليمة 100% وتحترم حالها، عندها مؤسسات، عندها موظفين، عندها مدراء، ما بيقدروا يلعبوا بهالشيء. ما بيجي واحد بيقول له مثلا لشي مراقب ضريبة انه خي زبط لنا هذا الوضع هون، اذا طالع علي انا 200-300 مليون هلا انا خد لك هال10 مليون وزبط يعني الوضع. هلا شغلة في هالمؤسسات هاي، في مؤسسات اخرى اليوم اللي ما عندها دفاتر اصلا وتستورد، ما عندها شركات اليوم، في شركات وهميه عم تستورد لا خلينا نشوف اليوم اذا في شركات عم تلعب بالدفاتر نوعا ما. هذا شيء مرفوض، بقول لك 100% مرفوض هذا الشيء، ولكن خلينا نشوف الشركات يلي لا عم تدفع ولا بتدفع ضمان ولا عندها شيء ولا عددهم كبير هاو الشركات بلبنان. خلينا ناخذ بس نحن بموضوع موضوع المي، موضوع تعبئة المي. في اكثر من 170 مصنع ما لهم رخصه، ما لهم رخصه منهم. هذا الشيء انا اجيت حكيته وعملنا دراسه مع الوزاره السابقه. في مصنع اول شيء كم شركه مسجلين عندكم؟ 17000 شركه. لا مش بالمي بالمي ما في كم شركه هدول؟ 4-5 ما في 4-5 اللي هن، لا في شيء 25 مرخصين والباقي ما مرخص. طيب. هيدا كان له قرار اليوم بحكومة سعد الحريري. جينا حكينا في مصانع كتير بلبنان جيدة ما معها رخص ووضع صار له من أيام الحرب، إن تعالوا نعمل قانون عفى الله عما مضى ومن اليوم عطوها رخص
وسامحوها عن الماضي. إذا بدك تجي تفتح لها باب الماضي ما في شركة اليوم بتسكر وبتفل، ما في شركة بتقدر تستمر. إذا بدك إلا ضريبة أملاك مبنية ما بيقدر، ما عندهم. خلينا اليوم نحن نشوف الوضع، كنا عم ندرس هذا الموضوع وطارت الحكومة وهذا المشروع وقف. ولكن ما في عنا حل إلا هذا الحل، يا أما ممكن نستمر بعد 100 و1000 سنة عنا ألاف من المصانع اليوم غير مرخصة. بتجي حكومة عندها الشجاعة عندها القرار اليوم تقول كل هالمصانع أنتم من اليوم سمحناكم عن كل شيء ضرائب ومالية وضمان، أنتم أولاد اليوم تعوا سجدوا حالكم واخذوا رخص صناعية. طيب يعني مش عم ترسم صورة أنه حلوة عن هذا الواقع يلي موجود، بس هذا واقع. طيب أوكي عظيم، بس يعني كيف بعد هل 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 كل هالقطاعات كيف بعدها مستمرة؟ حتى الدولة اللبنانية كيف بعدها مستمرة بظل هذا الواقع يلي هذا السؤال عنه. اليوم لكل لبناني بيقول كيف البلد كله بعده مستمر؟ كيف بعده مستمر؟ بعده مستمر لأنه في عندك قطاع خاص بعده مؤمن بهالبلد. بعد في عندك قطاع خاص لبناني عم يستثمر بهالبلد. بس أنت اليوم مش عم تستثمر، يعني كقطاع خاص عم تقول لي أنا مش عم بستثمر. شوف أنا مجرد بعدني، أنا عم بحكي مش أنا كقطاع خاص، أنا بحكي كقطاع خاص اليوم عم بيستثمر، عم بيجيب أموال من برا ويدعم فيها بلبنان. يعني هيدا استثمار، ما عم بيفتح مؤسسة. بتجيب أموال من برا، ليش بتاخد مصارف اللبنانية؟ ما بتعطيك؟ في ناس أخذت عندها لون بكون محدد ما بتقدر تتعدى كمان هالشي هيدا. في ناس بعدها مأمنة بهالبلد، في ناس بعدها بتقول لهالبلد ممكن نحن بنأمن انه هالبلد بيضعف ولكن ما بيموت، بس ما يحملونا اكثر من هيك. عال انت كقطاع خاص، بس انه كقطاع عام اليوم شو هو يلي بعده يعني سامح باستمرار هذه الدولة، او سامح باستمرار انه هذه الدولة بعدها الحديث هلا عم بتقوم بواجباتها، يمكن ما تلكأت عن الموظفين وقالت لهم ما في بقى ادفعكم معاش، يعني بعد بعد في نوعا ما عنا شبه دولة كمان. يعني انه بعد ما صار الانهيار نقول انه الدولة وقفت 100%، نحن عم نحذر مشان ما نوصل لهالمرحلة هاي مرحلة بس كل موارد الدولة عم تتراجع. بس هل انت بتعتقد اذا بنقدر نضل بعد سنة وسنتين بدون حكومة؟ ساعتها هون الانهيار الكبير بالدولة والفوضى الكبيرة. بس بعدين نحن عم نحكي عن الفساد اليوم، في 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 يمكن 1000 موظف فاسد ولكن مقابلهم في 100,000 موظف عظيم. اليوم هذا بهم الدولة والدولة وفي موظفين. نحن بنحكي عن هالفئة الصغيرة اللي هي الفاسدة، بس في عنا ميات وعشرات الالاف الموظفين اليوم بالدولة، هذه عم تعطي وقتها وحياتها وعمرها من اجل مصلحة العالم ومصلحة العامة يعني. بس وقت تيجي بتقول انه موارد الدولة عم بتخف، وقت نيجي بنقول انه الدين صار بحدود 60 مليار، أكيد وقت نيجي بنقول انه الاستثمارات تراجعت وانه النمو كمان رح يكون صفر. طب كل هذه العوامل، كل هذه العوامل، لبنان في شغلة في ميزة اليوم تركب حكومة وتعطي الثقة واستمرار، لبنان منك صعب ترجع تسوقه. وقت ما رحنا بزياراتنا للخليج كان أول أكتر كلمة سمعناها ما تحرمونا من لبنان آخرة حياتنا، ما تحرمونا لبنان اليوم، يعني فعلا ما لهم بديل عنه، ما لهم بديل عنه. بس بدنا استقرار وبدنا أمن، أعطونا الأمن وبعد الاستقرار السياسي ونحن بنقدر نعمل الباقي. استاذ محمد شقير بدي اشكر مشاركتك معنا اليوم بنهاركم سعيد بالال بي سي، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك، واتمنى للكل اعياد مجيده، ويمكن هالاعياد هيك بتجمع على المحبه وعلى ان شاء الله يتحرك شوي السوق بهالاعياد، يعني اذا اهل السياسه بتعطون فرصه هالشهر ويجوا على اللبنانيه شوي من اذا بتعطون فرصه لاهل السياسه هالشهر يريحونا شوي، ما بيفرصوا يشتغلوا فينا وبالناس. يعطيك العافيه. مشاهدينا كمان بدي اشكركم على متابعه هذه الحلقه، والى اللقاء.